لكريماس ليش لا هلا لبسي غطا الصلاه ومش لحي؟ كنت عم بصلي الدخل وخطرت لي خطه شلون بدي اقنع حمزه قلبته غطا الصلاه. يي شلون بدي البس لحمزه غطا الصلاه؟ ليش حمزه بيفعل يلبسه؟ انا بقول لك بنلعب لعبه وبنقول له اللي فزنا نعطيه جائزه ويجوا مع الماما وهيك بنكون لبسنا غطا الصلاه. يا حزرك رح يقبل؟ ايه طيب صيحي له. حمزة حمزة تعا شوف هلا انا رح العبك واذا فزت رح اعطيك جائزة بتقبل؟ بس ايش الجائزة؟ ما لي علاقة اذا فزت بتاخذها بس وعدي بتقبل. هلا رح نلعب حجر ومقص اذا فزت بتاخذها وبتجوا مع الماما. يلا حجر ورقة ومقص هيدا تلبسها وتجو مع الماما. لا انا فزت ضحكوا علي. يلا 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 ها ما رح يصير الناس يضحكوا علي. ما بصير انت وعدتني رح تقبل. لا لا الناس رح يضحكوا علي. يلا بوس شوفوا مو مبين مثل البنت ما حدا يحس هو صبي واكتبوا تحت في التعليقات مين بقدر يعجبك انا ولا حمزه؟ روبي روبي يلا يلا يا حمزة بلش التحدي يلا امشي. ليه هيك إذا شافوني في قطري حيضحكوا علي؟ لا لا تخاف إن شاء الله ما حدا بيشوفك بعدين هذا تحدي وأنت قبلت التحدي ولازم تنفذه على الأخير. لو كنت عارف هيك التحدي كانت ما قبلته. يلا أمرك لله بما إنه صار وصار التحدي هلا بدك تمشي قدامي أنت ومحمد وتمسك إيده وأنا أعطيك المصاري وأقول لك إيش بدي وأنت تدخل على المحلات. هلا كم محل ندخل عليه؟ ما بعرف هلا نحن بنمشي بدنا نروح على المحل المول نجيب منه لحمة وبدنا نشتري من الخضر دي والسمان يعني ثلاث محلات بس حاليا ما نروح على البيم. تمام يلا مسك ايده مسك ايده لمحمد لك تعا يلا لك ما عم يجي والله ما عم يجي عم بصح له لك تعا حمود هلا بدك تقول لي تمام بدك تقول لي بدك تقول لي بدك تقول لي انت ليش خجلان يعني ليش خجلان من المشوي؟ خجلان لانه الناس عم طلعوا علي. لا انا ما عم طلع عليك بس عم طلعوا انه بالهم بنت ولابس بابوج صبي. ايش كان هلا هون قطعنا الشارع تقطعينا يا لحالنا؟ لك يا ده لا يا زكي انا بقطعكم يا وبعدين انت بس بتفوتوا على المحلات يعني احلانا خليكم تقطعوا الشارع لوحدكم. يلا مسكوا مسكوا ايده واحلى شيء ايش كان محمد عم بقول لك على الطريق احلى شيء ضلي لي ماما 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 هلا بالعاده محمد لاني مو بمسك ايدي لهيك هالمره ماسك ايد حمزه وكل ما فلت ايده حمزه الى ماما عطيني ايدك كني هو فات بالحيط يعني تخربط ما بعرف يلا خذ محمد بين ماما بين ماما وحمزه ايوه يلا ادخل هلا اول محلنا نجيب الصدر طبعا نحن لازمنا صدر انا لحمه انا ايه يلا نقي اول وحده نحن ايوه لازمنا صدر ايوه ليش اشنا نعملنا نعمل مكسيكانو ورز يلا هلا اشترينا وطلعنا هلا وين يا حزرك بدنا نروح على الخضر دي بس مو الخضر دي اللي بيعرفني اماني عشان ما يضحك علي اللي هي حمزه لابس حجاب خلاص تكره طيب تكرم عينك هلا خبرني على ايش اسمه على تجربتك بالحجاب عجبك هالتحدي ولبس الحجاب لا ما عجبني ليش لا والله اللي بقولك اصلا مو مبين انك صبي لا مبين اصلا صبي هلا كتبوا لنا بالتعليقات حمزه مبين صبي بالحجاب ولا بيعطي وجهه لهيك لحت بنت على كل حال يلا انا بدي امسك اللحمه بس قبل ما تشتريها البقدونس تمام يعني انت كله بدك انت بدك تشيله للبيت واحلى شيء لك شو الناس يضحكوا علي بل انا بنات ولابس بابوي صبي يلا يلا امسك امسك ايد محمد على السريع على السريع
يلا, يلا. حمود ايش كان هلا لما نوصل على البيت بدي ساعتين لك ليه لانه محمد هلا راح يعطيني الكيس ايه اصلا محمد ما بيشي شيء يلا هلا دور الخبز بدك تشتري الخبز تمام دير يلا 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 بدخل ايش قال لك السمان شو قال لك السمان اللي هاتي حمو هاتي هات اول وحده بيعرفك بنت باله بنت يلا هلا اخر محل على المحل انه بدك تشتري له بوزه لمحمد بما انه كان ايش عم بقول لك اه عم بقول لي اشتري لي بوزه محمد عم بقول له لحمزه جد انه محمد اخذت عليه الشمس مسك ايده يا حمزه عم بيقول له ماما اشتري لي بوزه اشتري لي الحمد لله انا سمان تركي ما بيعرفني انه صبي يلا منيح هلا رايحين على كل حال انه نحن نصل على البيت جد يعني حمزه ما بقي له حيل وبين على وجهه يا اخو حمود كيس لك يا الله طال فيك مش كيس وبقيت معي كيس وكتير كتير جد كان الجو كتير شوب وحمزة هو شاي الغراض كان مشوارنا يعني المحلات نحن رحنا له بعيد عن بيتنا لهيك تعب كتير بما انه هو شاي الغراض كلياتهم يعني ما نتقال بس يعني بسبت انه عليه هو يعني كان تقال شوي عليه حرق وشي من الشمس اي كاسة ماي يلا يلا هاي الحمد لله اني نوت ماي بادي يلا يلا شوب خلي لي نقطه جد والله العظيم كتير انا يعني عطشت وكتير شوب يلا عطي يلا ريماس هلا بلش فوق عطوني الكاس اشوف اذا ايش كان نسينا شيء يا تعالي ايش نسينا نجيب يا حمزه الملح والبهارات الملح والبهار يلا هلا شوي بس ترتاح خلي ريماس تنزل تجيبه لا والله ايش كان لانه الملح والبهارات كان حطيناها مع الخبز ما هيك ايه نسيناهم يلا معلش امرنا لله يلا هلا وزع لنا البوزه بروك هيك كل بوزه وبرد عقلبك يلا وزع لهم يلا خا حمود يلا يا محمد خذ يلا ريماس يلا يا ريماس يلا مين الثاني يلا عايشه اصلا مرضاني صار لها 3 ايام ما لحالها انت اعطيها ريماسه يلا اعطيها لعايشه اعطيها عزوزه في افندي كمان اخذ اول واحد يلا هاي ضلت وحدة أكلها إيش كان بارد على قلبي يلا كل وبرد على قلبك إن شاء الله صحتين وهنا أنت برأيك تحسن تعيد هالتجربة مرة تانية بغطى الصلاة لا ما بعيدة ليش ما حلو ما عجبه هالتحدي طول لحمزة وهلا ده يبرك هيك ويحكي لها لريماس إيش صار معه بالطريق يلا حمزة احكي لي ايش صار معك يلا في لما دخل لما عم نمشي محمد يضل يقول لي ايش كان ماما شفت لك ايش ولما بالطريق الناس يضحكوا علي بالان انا بنت ولابسه بابوج صبي قلت لك انت مبين مثل البنت وقالك شو كمان في المحل قالك شو في زلمي قال لي هاتي همو هاتي يعني لاني انا كنت اعطيه انا المصاري هو يدخل يشتري انا بس كنت اقول له ايش بدي هو يدخل وده يحكي لنا لعجبتك هالتجربة ولا ما عجبتك لا ما عجبتني والله بطلت عيدة يا حزرك هاي فكرة مين فكرتي ولا فكرة ريماس ما بعرف لا بدك تحدد فكرتي هلا بصراحه هي الفكره خطرت على بال ريماس بما انه انا اتفقنا انا والماما مشان نلبسك غطا صلاة وتطلع بالشارع لكن انت قلتي لي اذا كان ما تقبل التحدي اذا انت متفقه مع ريماس نحن قلنا بنجرب معك اذا انت رح تقبل التحدي ولا لا والحمد لله قبلت التحدي وبالاخر ما عجبتك هالتجربه رح نجرب هالتجربه مع مين الفيديو الجاي مع محمد او ريماس كمان وريماس إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب ومع السلامة تحت في التعليقات مين اللي بقى عليه أكتر أنا ولا حمزة أنت أمتى لبستي الحجاب لما أنت قبل ما نقول لك طبعا كانت ريماس عم بتصلي الظهر بعد ما خلصت صارت تنتبه أفكار اللي هيك لريماس شلون بدها تاخد يعني هيك تخليك تلبس الحجاب وفكرة وخطرت لها الفكرة ولهون بكون انتهى الفيديو ومع السلامة.